من تمثيل الأشعار والكلمات لتمثيل الأدوار. عايز أسأل حضرتك حاجة نفسية شوية، الأدوار دي بترهقك نفسيا، بتستهلكك، ولا بتقدر تتعافى بعدها؟ هو حتى يعني التنهيدة بتاعت حضرتك كده وانت بتتكلم. هو فعلا يعني الفكرة الشخصيات بتاكل مني، يعني ده بتاكل منك. ده حقيقي، يعني انه بطلع منها زي المرهق، يعني ده واكثرهم اللي عمل فيها كده في شخصيات كتيرة، بس كان اكثرهم الضوي في العهد وكرم يونس في افراح الاب، دول يعني ارهقوني نفسيا جدا، يعني لانه كان فيهم جهد ضخم، ومحروس بتاع بين السرايات لانه كان شخص مبتذل وكان عنده عالم كده يعني مختلف، لحظات ضعف ولحظات قوه فده كله بياخد مجهود، الواحد بيطلع من العمل يعني عارفه حضرتك زي منهج زي بعد معركه يعني. الضوي والعهد، في كواليس جواك كده محتفظ بيها ما قلتهاش، خاصة بهذا العمل وبهذه الشخصية تقريبا. هو كواليس خالد مرعي ربنا يرجعونا بالسلامة كلها كانت حلوة الحقيقة، يعني في كل أعماله كواليسه هادية وتشبهه في ذوقه ورقيه كده، فما كانش فيه في كواليس العمل ده غير كل الحاجات الحلوة يعني، إنما الشخصية نفسها كانت فيها جهد وكان فيها يعني أكتر شخصية كانت مائدة التمثيل فيها كانت ممتدة وواسعة، أكلت كتير تمثيل في الشخصية الضوئية. جمعتها، تتذكر حضرتك جمعتها في مدة قد إيه من وقت عرض الدور عليك لحد بداية التمثيل؟ مش كتير، كانت مسافة شهرين كده ولا حاجة، بس بشكل عام حضرتك المسافة ما بين قراية السكريبت لبداية التصوير دي هي تعبي، دي هي عانتي الرئيسي في المهنة، إنه أوصل له أشوفه أقفشه الشخص اللي أنا بعمله ده، لو حصل والتقينا الباقي بفضل الله بيبقى سهل جدا، ما بقاش عندي أي عنت وأنا بصور، بس إن طوله وإن ألاقيه، يعني هو دي المشكلة بالنسبة لي.